بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. هذا الحديث مما يعلمنا ويدلنا على حال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانوا يحزنون على الخير وعلى العمل الصالح الذي يفوتهم، إنه الفقير يتمنى أن لو كان عنده مال فيتصدق مثل ما يتصدق الغني، وكانوا يحزنون على عدم قدرتهم على فعل بعض الخيرات، مثلا إذا لم يستطع أن يجاهد في سبيل الله ويخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، يحزن على ذلك. وهذا اعتراض غبطة وليس اعتراض حسد. اعتراض غبطة، ما الفرق بين الغبطة والحسد؟ إنه الحسد الإنسان يعترض على الله ويتمنى أن لو زال ذلك الخير من الغير، لكن في الغبطة الإنسان لا يعترض على الله ويتمنى الخير للغير، يتمنى الخير لصاحبه، ويتمنى لو كان عنده مثله. فسبحان الله، هذا تمني الخير. والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، رواه الإمام مسلم، قال: في هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. إنه موضوع النية مهم جدا في هذه الأمور. يقول: المباحات تصير طاعات إذا نوى الإنسان الخير. إنه الأكل، الشرب، السعي في الرزق، العمل الدنيوي، الجماع. وقال ذلك هنا في شرح هذا الحديث، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، ومعنى ذلك في جماع الأهل صدقة. فلذلك قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ كيف إنسان يأتي شهوته ويجامع زوجته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. بلى، إذن كذلك لو وضعها في حلال. فقال هنا الإمام النووي رحمه الله: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام. فالإنسان ينوي في المباح أن يعف نفسه، أن يتكفف عن سؤال الناس مثلا إذا كان في موضوع العمل. حتى أيضا ورد عن معاذ رضي الله عنه قال: في الأكل والشرب أو في النوم، قال: وإني أحتسب النوم والقيام من النوم في سبيل الله. إنه الإنسان ينوي ذلك، وينوي أن يكون ذلك من التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما قال العلماء: والنية الصالحة تجري في المباحات والأمور الدنيوية. إنه النية أيضا تكون في الأمور الدنيوية. نحن طبعا لما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ذكرنا إنه ذلك
في العمل الصالح، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، أنت تنوي ذلك لله عز وجل. قال هنا تجري النية أيضا في الأمور الدنيوية، ويؤجر عليها المؤمن، وهذا من كمال فضل الله وجوده. فمن نوى بكسبه وعمله الدنيوي الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وحقوق الخلق، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وجماعه، انقلبت العادات في حقه إلى طاعات. هكذا تنقلب العادة إلى عبادة بإذن الله عز وجل، وذلك من رحمة الله عز وجل بالمؤمن الذي ينوي ذلك الخير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.